الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفعه بما قدر على طاعتك يا رب العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الاماله. السلام عليكم. الألف المبدل من يا في طرف أهمل كذا الواقع منه ليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تريه التانيذ منها عدنا وهكذا بدل عين الفعل إن يولي لافلتك ماضي خبود كذا كتاي الياء والفصل طفل بحرف أو معاك جيبها أجل كذا كما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسر وفصل هكذا فصل يعد بدلها ما كمن يمله لم يصد وحرف الاستعلاء يكف مهرا من كسر أو يا وكذا تكفرا إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرف أو بحرف يفصل كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إذا الكسر كالمطوع عمر وكف مستعلم ولا ينكف بكسرا كغالما لا أجف ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يجيبه ما ينفصل وقد أمال لتناسب بلا دع سواه كعلم يدع وتلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتحة قبل كسراء بطرف أملك للإيسار ملت فالكلف كذا الذي تليه التانيب به وقف إذا ما كان غير لسان. قال الإنالة حقيقتها أن تنحو بالألف نحو الياء أو بالفتحة نحو الكسرة، وسببها قصد المناسبة لكسرة أو ياء أو لكون الألف منقلبة عن ياء أو صائرة وكون الألف منقلبة عن ياء أو عن مكسور أو صائرة ياء مفتوحة أو للتناسب أو لإمالة واقعة قبلها على وجه من الوجوه كقوله عميدة إمالة الدال لا سبب لها لكن قبلها إمالة أخرى فأميلت بالتناسب. هذه حقيقتها. حكمها الجواز، كل ما يجوز إمالته يجوز فتحه. أسبابها معنوية ولغوية. المعنوية الإشارة إلى ياء أو كسرة، الإشارة إلى ياء أو إلى مكسور، واللغوية الياء والكسرة مكسور. إذا قلنا هذا السبب الإشارة إلى ألف أصلها ياء، إذا قلنا كاتب الإشارة إلى كسرة، إذا قلنا عاينة إلى ياء يعني ملفوظ بها. وأسبابها ستة، هو التفصيل ستة. الألف في طرف منقلب عن ياء، أو ألف في طرف صائرة ياء كحبلاء، أو عين فعل يقال عند إسناده إلى ضمير الرفع المتعلق جلت، أو ياء قبل الألف أو بعدها، أو كسرة قبل الألف أو بعدها، أو للتناسب. بدأ بالأول. أصحابها تميم وقيس وأسد وما جارهم في بلاد نجد، أصحاب نجديون. قال الألف المبدلة من يا في طرف ألف، وما رميت إذا رميت، ولكن الله رمي، ويقال موسى لفتيه في طرف من. إذا لو كانت في الوسط قد لا تمال، مثل ناب وعاب من العيب، هذه مقلب عن ياء لكن واقع وسط، وبعضهم أمالها قال في طرف كذا الواقع. هذا السبب الثاني، كذا الواقع من لا خلف دون مزيد وشذوذ، من الحبلاء ألفها زائدة للتانية لكن تصير عند التانية ياء، وتقول حبلة ملها ألفها واو، ألفها واو، لكن عند التانية تقول ملها يعني من تمال، تقول ملها مصطفى ألفها مقالب عن واو، تقول مصطفى لأنك لو ثنيت قلت مصطفى يعني دون مزيد نحو عصا مثله، تقول فيها عصية، هذه للمقلبة يعني بسبب زيادة تصير،
أو شذوذ كبعض العرب يقول هذه عصية، وذيب يقول عصية هذا شاذ، وبعضهم يقول في عصا يوقف عليها هذه عصي، وقفا يقول هذه قفي، فزار طيب لا يلتفت إلى هذا الشاذ. ولما تليه هتا نذي من عزم مصطفى ثم الإلفها لصيرة الإلف، لا فرق بين مصطفى ومصطفات ومعطاء ومعطات وملها وملهات، لأن تأتني في تقدير الفصال. ولما تليهتا، وهكذلك النوع السبب الثالث بدلوا عن الفعل إن يقول إلى فلت نحو خاف ألفها واو، لكن لأن أصل الواو هنا مكسورة أصلها خويفة، تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألف صارت خافة، تؤول عند إسنادها إلى ضمير المتحرك إلى خفت، تقول فيها خيفة وإن كان فيها مانع وهو وجود حرف الاستعلاء الخاء، لكن لا يلتفت إليه لأن السبب الخفي للإمالة لا يلتفت إليه.